كتاب الجمعة الصبح أو فرايداي مورنينج ده مجموعة مقالات كانت بتنزل على الفيسبوك أسبوعيا كل جمعة في الكام سنة الأخيرة، تحديدا من سنة 2015، وكانت بتتكلم مش عن الأحداث العامة ولا تعليق عن الأحداث العامة، وإنما هي محاولة لربط حياة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى بكل تفاصيل هذه الحياة وبكل هذه الأحداث التي تدور حول الإنسان، سواء كانت أحداث عامة أو أحداث خاصة. بنحاول نفهمها من منظور رباني، وبنحاول فيها إن احنا نلقي الضوء على الطريق السديد إلى رب العالمين. انضم إليها بقى السنة الأخيرة اللي هي سنة 2020، سنة الكوفيد أو سنة الكورونا، مفيش أي اندهاش. 2020 برضو أو الجمعة الصبح في 2020 كانت في إطار حدث عالمي غطى الكرة الأرضية، برضو محاولة لفهم كيف تكون الحياة مع هذه الأقدار التي قدرها رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلوب يا جماعة هي مربط الفرس، القلوب هي محل نظر الرب تبارك وتعالى، القلوب هي اللي عليها المدار في الحساب يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحنا حاولنا نتتبع القلوب التي جاءت في القرآن الكريم، أو أنواع القلوب التي جاءت في القرآن الكريم، ووجدنا أن هذه القلوب 70 نوع. يا ترى قلبي وقلبك وقلب اللي حوالينا أو اللي يهمنا، قلوبنا احنا، أنهي نوع من ال70 دول؟ ده اللي بنحاول نبينه من خلال هذا الكتاب، 70 قلبا في القرآن. في رحاب القرآن كتاب عبارة عن 30 وقفة، كل وقفة بجزء من أجزاء القرآن، 30 جزء. مش بقول ان ده مختصر للجزء، ولكن ده ملامح عامة لهذا الجزء. الجزء الأول بيتكلم عن إيه القضايا اللي بيتعرض إليها، إيه أهم الأحكام اللي وردت فيه. الجزء الثاني كذلك، الجزء الثالث. أنا ما بتكلمش مثلا على سورة البقرة، أو ما بتكلمش على سورة آل عمران، ولكن بتكلم على الجزء الأول من سورة البقرة مثلا، أو الجزء الثاني من سورة البقرة، أو الجزء الخامس في سورة النساء، وهكذا. أهمية هذا الكتاب، وأرجو من الله عز وجل أن يحقق به النفع، إن احنا قبل ما نبدأ تلاوة جزء معين نقرأ هذه الملامح العامة لهذا الجزء، لعلها تعيننا على فهم كلام الله تبارك وتعالى، وعلى فهم مراد الله عز وجل منا أجمعين.